وبهذا التسجيل راح نكمل الخصائص اللي تمتاز بيه ممتاز بها صوت الراي. تكلمنا انه ليش اعتبره بوستال فيولار بروكسيمنت، وهنا نشوف النقطه الثانيه شلون توصف ليها واحده من الخصائص انه هو فويس فركشنلس بوستال فيولار كونتينوانت. فويس نعرف ليش فويس فركشنلس، عرفنا ايش فركشنلس. بوستال فيولار كونتينوانت اور بروكسيمنت يعني تانك تيب از هيلد جاست بيهايند ذا الفيولار ريدج نوت تاتشينج ذا الفيولار ريدج. هو هذا معنى كلها يعني نقدر نقولها باختصار الزبدة الرئيسية انه التانك تيب از هيلد جاست بيهايند ذا الفيولار ريدج نوت تاتشينج ذا الفيولار ريدج. دي فويس فريكاتيف اوكي افتر بيتك، هو صحيح فويس وفركشنلس لكن اكو حاله استثنائيه يتحول من الفويس الى الفويسلس ومن الفركشنلس الى فريكاتيف متى ما سبق بالبي والتي والك، وهي قاعده عامه تنطبق على جميع الاصوات الصحيحه مو فقط على الراي كما في تري براي كريم. اوكي يعني هنا تري حتى مثل هاي الحاله لازم اخلي هنا سمول سيركل بلو ذم. الاورال طبعا يعتبر اول ساوند بيكوز سوفت باليت از ريست ات دز نوت ريزمبل اني اوف ذا انجلش فاولز از ي اند ويد. يعني الوا اصلها الاو ساوند، الياء اخذناها نسور جر ريزمبلز ذا اي ساوند، لكن الرا ما يماثل اي صوت من اصوات العله، ولهذا انا ما اسميه بالسمي فاول، ات از جاست اجلايدنج. الليب شيب از سلايتلي راوندد سبيشلي وين اكيرز ات ذا بيجنينج اوف انجلش ورز. هذا بالنسبه للشكل الشفاه دائما يكون دائري من ريتش روم رايت. من لاحظ الفض هاي الكلمات اللي بيها راح اشوف شكل الشفاه دائري خاصه في بدايه الكلمات، لكن dont exaggerate the rounding please. لان الانجليش بيبل دائما يعني بيهم شويه اكزاجريشن، ليش؟ لان الكونسوننت راح يصير من تسوي اكزاجريشن كانما راح يبدا عندك الراء بالضبط يماثل الواي ساوند، فيصير عندك شويه كونفيوجن بين ذا تو ساوندز. رغم هو شكل الشفاه دائري لكن دائما شكل الشفاه يتاثر از انفلونس باي ذا فولوينج فاول ساوند، الخاصيه العامه اللي تنطبق على جميع الأصوات الصحيحة. يعني ريتش مثل روم لا، ريتش سبريد وروم راوندد تبع لصوت العلة اللي يجي بعدهم، لكن some speakers always give some rounding regardless of what comes after. إذن هاي أهم الخصائص اللي تمتاز بها الـ ساوند. Thank you very much.